السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. النهاردة معانا فيديو عن إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وفي رسالة نارية وجهتها إيمي سمير غانم، هنعرفها معانا وهنعرف تفاصيلها إيه في الفيديو، وهنشوف إذا كان انفصلوا عن بعض ولا لأ. كمان في حاجات كتيرة هنوضحها معانا في الفيديو، ياريت نتابع للآخر. إيمي سمير غانم مواقع التواصل الاجتماعي كان الفترة اللي فاتت دي بتتكلم عن انفصالها هي وحسن الرداد. طبعا في ناس كتير جدا قالوا لا ده هم انفصلوا، وناس قالوا لا ما انفصلوش دي إشاعة. بس إيمي سمير غانم نزلت على حسابها الرسمي على الانستجرام الرسالة دي، مضمونها بتقول لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شخص لا يهتم بفقدانك. طبعا بعد كتابة الرسالة دي الناس كلها تساءلت هي بتكتب الرسالة دي لمين، هل لحسن الرداد؟ وطبعا احنا عارفين ان ايمي سمير غانم ودنيا في حالة حداد على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، والمشاهدين او المتابعين توقعوا ان بسبب الصورة اللي شايفينها قدام حضراتكم دي لحسن الرداد واخته، بعد تهنئة حسن الرداد بعيد ميلاد اخته ونشر الصورة دي على الفيسبوك وكتب لها تهنئة بعيد ميلادها، فطبعا الناس قالوا ان دي سبب انفصال او سبب زعل ايمي سمير غانم وحسن الرداد. وكتب لأخته حسن: أختي وحبيبتي ونور عيني، كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة، كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وتحققي كل اللي بتتمنيه. وبعد الرسالة دي الجمهور بدأ يعلق بتعليقات وانتقادات عن حسن الرداد، وبدأوا يتكلموا ان انت لازم تراعي ظروف مراتك وان مراتك في حداد لحد دلوقتي على سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتوقع الجمهور وتداول مواقع التواصل الاجتماعي الخبر ان حسن الرداد وايمي انفصلوا بعد رسالة حسن الرداد وتهنئة اخته على عيد ميلادها على الفيسبوك ومرعاش حداد ايمي سمير غانم. والجمهور قال ان ده تصرف غير اخلاقي من حسن الرداد نظرا لما تمر به زوجته الفنانة ايمي سمير غانم من حالة حداد، حزنا على وفاة والدتها دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم. وعلق احد المتابعين وكتب: طب راعي مراتك، مفيش دم، فين الحداد امال؟ وطبعا انتشرت التعليقات الكتيرة عن رد فعل ايمي سمير غانم بالرسالة دي، وقالوا ان ده سبب الرسالة دي ان ايمي بترد على حسن الرداد بعد تهنئة حسن الرداد لاخته بعيد ميلادها. وكمان كان في خبر متداول على السوشيال ميديا وكان عايزين نعرف اذا كان الخبر ده صح ولا غلط، عن اعتزال ايمي سمير غانم التمثيل وارتدائها الحجاب. ناس كتير جدا اتكلموا على الموضوع ده، بس ايمي سمير غانم ولا اعتزلت التمثيل ولا كمان ارتدت الحجاب، فدي كانت اشاعة متداولة الفترة اللي فاتت عن ايمي سمير غانم. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.